السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير. أصبح أنا جاي بخير وسهالة، مرة ما فيي ولا شيء. جيت ولأن صراحة قدامي عقاق وزكمة وملتت صدره وصدره يقير، حد يجرجع بيب من ينحب غير قرقعة بيب. وتوايحت ويا أبوي والقلق اللي فيه كامل، والبارح ما رقدت الليل، كح وكح 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 طول الليل. والحمد لله حين شو عمري بخير ونزلت، ولأن صلاة خاري خود وخود وخود. ترى خب هناك ترى مصورين له ان نحن جايبين الهدية، هذا عطر ثمين من سلفرج، كاتبين اسم صلاح ومندبين له 3 مضارب حق روحه. وحاشرني وين هنا وين، ما فتحنا الاشراط من البارحة، وحين محتشر يترياهن وحين نازل له. بسم الله، شو هذا؟ جني. تمام، صباح الخير. شو كتها من رجبيه صلاح اليوم غادي؟ شو بلاك؟ زين خير. بلاك دالع رقبك شي اليوم؟ لا دراسك فوق. ايوه انت بخير؟ صباح الخير. تمام ماشي، لا لوي ولا حب ولا شياته؟ ما شيء. يلا تعال. يعني بالقوة بالقوة، واحد قوية. صبر انت بخير؟ تمام. وين سرت؟ وين جيت؟ أزود تريكت؟ زمان من زمان. زين شو اليوم بخير؟ خير. تميت تعطس قص 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 وايد لشوية؟ شوية. زين ما تشوف شيء صراحة. شو رأيكم اليوم؟ ما حفظنا ما شوفنا. انت ما متري متري جهوة يعني انت؟ إلى الصلاح. شو ريوك صلاح اليوم؟ آجله ويدو آجله وخمير. يا سلام يا سلام، خف الريشة، أبي عينك تحرى الوحدة كاشية مردمة. يا حافظ على السمسم يا الحمار. شكرا يا حفيظ على هالخدمة الفنانة. ريوق عاد هنا اليوم، الله يحفظكم. بروكلي وبيض. شكرا صراحة. يعني كل ما بغيت ارمس وياك كح وكح وكح وكح. شبلاك ماشي، وهذا شو قرقعوا 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 قرقع. سمعته؟ ها اسمع. سمعتني انا بعد كل من كنت انا اللي انا جاي بخير وسهاله. والله انت سويت لنا زحمه يا صلاح. الله كريم. الله كريم، نحن ما قلنا غير هلا ان الله كريم، ونحن ندري ان الله كريم. والله كريم يا صلاح. يعني وين سرت؟ وين جيت اليوم؟ بس والله. ليش شو حلمت البارحه؟ ما حلمت ولا شيء. الى سرت الى سب اخبرك صلاح، نحن موعدنا ترى بكره السفاره. زين تدري لازم تصير متعد. شوف وصال الريوق وصال الريوق وصال الريوق. شكرا دواركا شكرا دواركا. لا خلاص، this is what I need. You put some salt. Small. خلاص هنا الحمد لله. But you don't want toast, sir. No need toast. خلاص. No any toast. بطة how are you? I'm good, sir. Good morning, sir. Good morning. How are you? Good morning. Good morning. Good morning too. زين كان ريوق خس وخيار وهذا بيض وياه بروكلي. بروكلي عاد وايد كمية، ويا بيضتين وفوقه فلفل حمر مبروش. وصلاح صرت حق الرباع اكل داخل بني ياس. ايه متى؟ في العصر امس. شيء تكلت عندهم؟ لا بشاي بس. شاي بس؟ بس قل لهم لا ما تشرب حبيبي شاي بس. بس جرين تي ها؟ بس جرين تي بدون شكر؟ لا. زين حبيبي زين، بتصير لهم اليوم؟ ايه. لا تصير خالي؟ مين خالي؟ لا ودي لهم اليوم شيء. زين صح ادب. صح؟ ادب ادب. لا ارطب الحين، خلي ولي ارطب، نحط لهم صح. صح اساسا. زين؟ قول هذا عند صلاح. ان شاء الله. يلا. زين احد صبر، انا قلت لك شنو؟ انا قلت لك؟ متعني ومتصرف.
هاي من الطبايع صلاح. اي صحن يشوفه طايح ولا كلينكس طايح على الارض ولا اي شيء لازم روحه يتعبل منه. تعالي اسعد تعالي يتعبل منه وشاه شوفها ما يجل على حد. هاي ترى الفصيلة من البشر هذه الهم من اهم طبايعهم ما يحبون الشيء يكون مش مرتب، يبغوا كل شيء مرتب قدامهم. فلذلك تلقطه دوما نظيف صلاح ما زينه. ما سيقتني تحيدون المخارج احنا يوم نسير عاديات ساده، واحنا جينا ابوي لنا محمد مسوي شيء بقليم، شيء بوكازوا، شيء بوتيل وشيء من همبونيره، يعني سوت روح جديد في اليد صلاح. زين هذا حينه رقم واحد تمام صلاح. هاكل انا هاكل حقك انت خلوا نساب خليه بحيد ولا نسابه. لا حق ام بتسافر واحد الحينه واحد حق ام بتسافر. شوف هاكل مكتوب عليه صلاح الخالدي، صلاح الخالدي وصلاح الخالدي. زين اكل ابوي ها من عند عطورات تميد من سلفرج، قالوا عطوهن صلاح ان شاء الله. قلت لهم وانا؟ قال ابوي انت لا بس حق صلاح جسمك انت اعطيناك اياه قبل وعطوا صلاح حتى للمشاهدين اللي متابعين عطوهم 12 اول يوم وعقب 12 الحين من توصلهم من توصل للمضارب عند كل حد بيسوي كابتشر بيطرش لي انه وصلت هديته ونعرضها في الستوري. شو رايك؟ زين. وانت بدون ما تشترك حصلت ثلاث صح. ثلاث مضارب. ليش يعني انت واسطه؟ اي واسطه. ليش انت؟ كمبني انت كمبني؟ اقول لكم اليوم بنسوي مطلوب علينا خبيصه الدبس. اخر يوم خدمناها وكلنا منها يا خير العرب كل يوم مارتني خالد ما رويتونا كيف طريقه خبيصه الدبس. نحن خدم خبيث ثلاث اربع نمونات يا غير خبيصه الدبس نحن ما خدمناها. قلنا ان شاء الله فالكم طيب اليوم بنخدم طريقه الدبس وبنحط مقاديرها وعلمها وخبرها ونفضل اليوم نخدمها يا الله يحفظكم بالطحين بر اللي هو الطحين رقم ثلاثه ان شاء الله اذا الله جعلنا من الحيين. وبس الحين بسوي لكم بعد شويه الطريقه والمكونات والغراف كامل كل شيء بنظهر لكم اياه ان شاء الله. اوكي ما في مشكله. كم حرمه انت عندك؟ انا اربعه ثلاث حرمه. يا سلام اربعه سلام. كم عنده؟ اربعه. اربع بجان يا ابوك. كل شيء يزيد 98 زين؟ كل حساب شوف 35 طيبه 935 ما بس من هالكذب تخرط علينا؟ ما بس من هالكذب؟ ليه متى بتستكذب الحين انت؟ اي نعم صلاح؟ شو نسوي وياها الحين؟ عجوز ها؟ عجوز كل يكذب كل يكذب ويلعب لعايبه يلعب لعايبه والحل يعني والحل وخلاف يعني اي بغل اي والراي يعني عند المستشفى دمن من رجب ايوه. وكل يوم هاي واخذ هالبيزات كل يوم شغل في شغل بيزات ما في شغل ما في بيزات. اشتغلت في بطنك مكونات خبيصة الدبس عبارة عن طحين بر قوطيين وهاد قوطي دبس وهذا نص قوطي ماي ايه نص قوطي سكر تنين فنجان دهن هذا شويه ماي ورد وهذا كيل باودر وهذا شوكه وشويه زفران بس هذا قوطي قياس القياس قوطي الخبيث قوطي ونص خبيث ماء قوطي دبس قوطيين خبيث طحين بر وقوطي شكر وشويه تقناد مطحون وزعفران وما ورد وهي الطريقه. يلا خلص عاد هذا الحين محطوط كل المكونات هذه محطوطه في الجدر هذا والطابخ وذاهب المروق هاي الحين تمرق وينحط.
كل المكونات هاي محطوطة في الجدر هذا. الحين عادة يبتدون يخبصونه. من عقب ما تخطط 25 دقيقة بس بندون عن هالضوء. الأول لين تسكر تاخذ 20 دقيقة 25 دقيقة. أهم ما في الموضوع تسجيل. تسجيل الخبيصة ياخذ وقت. يخلونها على ضوء هادي. لازم بهالطريقة. شوف ايش قاي؟ يلا يلا يلا. شوف تفلفله. غدي لونها حمر. ما تي قوس قوس كسر كسر. ها. تدري حتى خنينة تضرب في خمرة الراس. وصحية وقياس الشكر. حد يحط قوطي. حد نص قوطي ويا قوطي الدبس. لكن أهم شيء قياس الشيلتين الطحين. قياس شيلتين الطحين قوطي الدبس ونص شيلة شكر. نص شيلة شكر تغدي حالية لكن ما بحالي وايد. نص قوطي أنا أفضل نص قوطي. نحن مثلا هذي متحطين نص قوطي شكر. شلت شلك أبوي أنا وصلاح اثنيناتنا ميهد. أنا من يلق على الصوفة هاي الطولانية هاي ما تسمونها هذي شو هاي شاسمها شاسمها هذي هاي اللي هل يسميها صوف أحد عليك ما أدري شو هو وصلاح أبوي هناك وكنا ميهد مرة ما بصاحي مرة أنا مرة ملتج خشمي وأبدأ بكوري تعبان وحتى معزم إني بسير العيد شيء عزة هناك من جماعتنا من الأهل والله ما برو ما يصير يعني مرة وصلاة ها بخير انت صلاح بخير ايه الصبح ها العاب شو انزين فلذلك ابوي ما حولنا سيره ولا حولنا ييه وموعود ابوي اني بروم بروم اني ما اكل ما ارم ما ارمت ما اقاوم الاكل كان في شو كان شيء ابوي يهد ولا ما شيء يهد ابوي انا ما بروم على الاكل اني بفارج الاكل اسكنت ابوي سوتيه باميه صغير ولا تلقي منهم اكبر حبه للهواء وشوربه بعد من قير بعد باب ويزي هاي شوربه فطر شوربه فطر ما بكريمه فطر لا شوربه يترخونها تي بالمشراخه وغداي فوقت دياي من دياي دار زود من اللي من هاك اليوم تابت العلاج الجسمي ودياي دار زود مسوين عاد عليه فوقت شو اسمه هاك الابيض اللي شارف العيش مسوين عليه على الله يحفظكم على الدياي مثل فوق مشاوين الدياي ومن ذهب الدياي الظهر ظهروا مقطع اهل كبيره انا مخبرنا الطريقه وسواها عاد الحين ما شفته وقلت له ابوي من يذهب مرج الكنوه ورتبها سوها فوق على المشواي وبارد بصور لكم بعد شويه شو غدا اكيد بغدي وايد فنان ان شاء الله نبي غدي فنان يلا 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 اربعه شلوا اليمن هل لا 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 يلا ها ها تليفون هنا عندك شو مودلنا عندك انت كلهم انا نسيت عندك يلا شو وين شربك يلا حبيبي يلا هذا غدان ابوي يريش يريش بيت معمر الله يسلمها يرن وهذا بعد طاجن دياي دياي مع خضره مسويت لنا حرمه هوم ستر فروم ماراكو هذه ها وخيبه انزين وهذا يخبركم معنا اللي قلت لكم كنوة مع المكبوس يعني مكبوس كنوة يعني الدياي عقب ما نشوى مرقوه وحطوا عليه كنوة وغدا رقم واحد وهذا الخبز سويت لنا هاي العدال اللي تو نرويكم اياها مسكي هذا شيء شوف القرص هاي يسمونه خبز مال مغاربة بالسميد بعد لذيذ فنان وتبوله الحمد لله ما تشوف شر يا صلاح ما تشوف شر يا حبيبي شو تاكل زين
بردان انت؟ انت ايش بتسوي؟ جيت عديتني وعديت عديتني وانت روحك مريض وجبت لي اليهد. عندكم الخبز هذا طلع ما بخبز سميد، انا اللي احب الخبز السميد المغربي. هذا بع فنان والله لذيذ. يوم سألت بلات شي هش يعني، عادة هذاك ما السميد يابس، قلت هذا لأنه الطحين مال البر، حاطه وياه سمسم ما أدري شو حاطه داخله، سمسمة؟ إيه سمسم حزة راسه. يمي البنيات اللي تخبرن والله، الحين الخبيصة القوطيين اللي عديتن مهنهنات لونيات، عيال الخبيصة كيف يعني تغلي خبيصة؟ وكيف تختبص الخبيصة ما تختبص إذا إنها ما عليها دهينة في أخلاف تندهن، وما تختبص إذا إنها مش طحين مش مهنهن، فلازم يكون مهنهن. وطريقة تهنهين كل ما زادت هنهونيته تهنهين غدا حمر زيادة كل من طابت ريحته، لكن تخلينا أسود ترى يمرر، خلونا حمر حمر موالم على الولمة يعني يجي فنان وتريح تخلينه. أول ما تظهر ريحة تفوح ريحة الطحين بندو عنه وتشبوه في مكان ثاني يكون يبرد. طحين اللي للخبيصة مهنهن وزاهد. هن بنيات ولا ريايب ولا حريمة ما نكني ما يبين، فلذلك أنا ما أعرف عاد منو اللي يسأل. وكان أغلب الرسائل تشيكتني في الفيديوهات اتضح أني ما قلت أن محموس الطحين ولا مهنهن يعني، فلذا هل الكويت مشفشف شو أمور زي شو أسوي ما بصاح يعني ما أضحك. إن شاء الله أنا بغدي بخير. إلا اليوم انتكست الحالة وصلاح مرة بعد من جلب فوق تحت. شو صلاح عاد يوم يمرض حطيك في البوك وخذ اللي تباه، هو لا يقول كلمة أبداً، صخصختن وحده ولا كأن حد رمسه ولا حد قال له تعالي إيه بس أنا خلاص شكراً thank you. أقولكم غادي مسالم ما يحرد ساك ولا يقول كلمة للي بيسرق شيء من أبوك. لو صلاح في علومه بعد يوم يبي البحر يبي يرمس أختي حصة في أمريكا يبي يخبرها أنا ما بصاحي يبرطن برطي بلا هالشيء الواحد يدلع برطمه يوم تيه الصيحة. حد من العرب يوم تيه الصيحة شي يسوي شقاية يجلب الحيتة هاي الرمة هاي تنجلب تيه، واحد منهم لا ثمه هذا يطي ينزل على تحت، واحد منهم براطمه شي يسول أو براطمه شي يسوون، واحد منهم يصيحون شي بدون تعابير ما تعلر تكود أن يميع الدموع بليت هذا. أنا لا أنا شي براطمي شي يسول الله العظيم. وصلاح نفس الفصيلة بعد باح أعطيه رمس أختي حصة في أمريكا أو نبي خب تقول لما تشوف شر ما بصاح ما وعيت بالله برطم علوه كلتين صاح. قلت صلاح حبيبي الحين هو زايق أنه باشر ما يروم يصير السفارة الأمريكية. قلت لحبيبي إن شاء الله أنه باشر بنصير الساعة 10 موعدنا. ما شيهم ما يتخبر عن الحريم، يتخبر الحين عن الخبز هذا اللي عندنا. الخبز هذا الله يسلمكم تخدم حرمة مغربية عندنا هني في البيت هوم ستر جليسة منزل يعني عند الحريم، فساعات تخدم غير ما اطيع تخليها اصورها. شوف اليوم ابتدت شويه كانها ما عندها مانع اصورها، حرمه محترمه حليلها وعايشه عندنا ومبسوطين وياها عند الحريم يعني. وساعات تخدم يوم تي لها بارض دخلت وتمت والله ترم والله رمها فنان. مسوي اليوم طاجن دياي، مسوي الخبز هذا. الخبز هذا نمونتين نوع بالسميد، نمونتين السميد يخلطون نوع نمون نعيم ونمون الثاني حث ويعينونه ويخدمونه لغن يغدي أي بس. هذا لا اللي في البر من طحيننا اللي نفس اللي خادمين به الخبيصة والله غدا ترف غدا ترف ولذيذ والله. كلت قطيع هالكبير منه يا زي الولاية مسوي اللي فوقت كينوا على الدياي مشواي. أول شيء شو الدياي واخد موزي مازين وهم قطع وعقب حطوا في الصينية نفسها ما تدوي المشواي مرقوا عليه وتشبوا عليه الكينوا والله لذيذ لذيذ رضمت يعني منه ما يودني العوق ولا المرض.
الحمد لله ما علي باس. يلا انا تراني احط كل شيء في هذا مال خدمه البيت من محله وعصيد البوبر والخبيص والعصيد العادي والخنفروش والعقيلي والمرقوق كل خدمته نخدمها موجودة ترى على الانستغرام لا تقولوا ما قلت لكم واللي يبى يسوي فلو على الانستغرام وبيلقطهن محطوطات على الانستغرام وعلى اليوتيوب اللي بيتعايز يصير اليوتيوب يصير الانستغرام موجود وحين بحط لكم مرتين للمرة المليون هذا اللي فيه صورتي وعليه هم على الانستغرام ومال واللي بحنا كل شيء موجود كل شيء موجود حين أمس أقول حق شو اسمه حق خبير السناب البحرية أقول بلاك ما نزلت الحين الأفلام كلهن قال لي تري أي يستوي عندنا الرقم الفلاني ما يتري 2000-3000 سمونها ليون مشترك في القناة باجين تقريبا 7 تنفار لو 8 تنفار بيكتمل العدد مال اليوتيوب قلت لي ترى عندنا وايدين نحن الحين على انستغرام وعلى على شو اسمه وعلى السناب اللي تابعوا قال لا اللي على اليوتيوب هاي وراهم الفائدة وهم اللي وراهم الواحد عن 200 عن أو عن 2000 آدمي النفر الواحد عن 2000 نفر من اللي يتابعون في اليوتيوب أخير عن اللي يتابعون في السناب قلت له كيف؟ قال ترى هاي اللي يستوي خلاف دعاية وما قال ما تشوف اللي وادم يغدون يتغانون بين يوم وترك قلت له كيف؟ قال لي ترى هيك بيعملون غربك لو أنا ما تغانيت هالدهر كله الحين بتغانى من وراء كل مشاهد بربع دولار متى بتغانى بتغانى يوم بس عملي 300 ما بعد 300 يلا يلا يتيام عن 1000 دولار ما شيء كالف خليني زول تبوي لي مالله كاتب له الغناء من يوم هو صغير خلاص مالله كتب ما خليت شيء ما سويته وما تغانيت ما سويت من هالتيار الحين غادي بالتيار خلاص ابوي الحين ما في المجف في شيء مربوح الحين ابويا نحن ابوي في العد التنازلي الحين طفنا 5 عشرات بكم باجي 10 سنين 20 سنة بنعيش انا وابوك مثل ما نحن حشة على سيرة عود عمري على حياة الكمبنية والتيار من يده جديد لا يا ابوي حياتي وعايبتني وبرايها ابوي عيشت عشت بها السنين هاي كلها لا يا خالد وشو ما خلص شيء البحث ساعتين قلت له والله يا ابوك نزل ابوي الستوريات تدرون كم فيلم عندي انا؟ ما 3 سنين مجمعات ما اكثرها الستوريات كل ستوري ساعتين وساعه وساعتين وساعه مال مصر وشيء مال بانكوك وشيء ما ادري وين مليون شيء مال الطباخ والنفاخ والرحلات والسيارات اقول انزلهن قال نزلهن قال لا بيصيرش قلت له بيصير ونصت عليك بار شي خصك فيه انا ما اريد اتغانى من ورا ربع دولار في المشاهده متى بيضولن؟ أولنا حين عندنا 2000 بدنا إياهن يوصلوا 3000 3000 من ربع دولار هذا أبوي ما يود من بيت ما يود منه اذكر الله ولا فينا أبوي على ربع دولار من كل مشاهده ونزل أبوي الستوريات ليه موجودات عندك كلهن هيك أولك قلت هيك أولك الله وسار يلا برايكم أقولكم مساكم الله بالخير والسلام أول شيء سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعقب مساكم الله بالخير الحين بخبر حفيظ شو يسوي لي عشاء وخلاف برد أرمسكم بخصوص هاي الصورة اللي حاطي لي إياها يحطها اليوم على الإنترنت وعلى تويتر وعلى في الإنستغرام هاي يوم أنا أقول حق راعي تكسي ودني هارلين فيكل وقلت لهم إن هالسان يعني قاصين الصوره ومعلقين عليها ما خلوا شيء في الدنيا العودة الحين بحط لكم صوره بعد شويه لكن قبل ما احط الصوره بخبر حفيظ شي يسوي لي عشاء وين ما طاح التفتر زين سوي لي قرصين رقاق زين شو بتحط عليه كل قرص حط عليه بيضه ومشاوى وشبت وجبن وريحه دهينه وخلي القرص غادي حمر رقم واحد الحين بر الحين اوكي شاك اي ثانك يو دوارك السلام عليك وعليكم السلام يلا يلا بسرعه السلام عليكم هذا القرص عاد ذاهب الحين شلوا العينه من فوقه هاي عباره عن شو الحين يلا عاد تكلم بسرعه
هذا في شباب وبيض مشاوى ودهن في فلفل احمر. هي هاي بيضه ولا بيضتين الحين؟ بيض اثنين. عبارة عن شبه وفلفل حمر مبروش وجبن ومشاوة ودهينة. أهم ما في الموضوع الشبه. هذا السر عادة. أيوة خلي غادي حمر مرة جول بعد جول بفوق تحت. هذا ونا حين لكل قرص لكل قرص أو أنه بيضة. وكتبت بدأ ما أكتب لكل قرص كتبت لكل قرش. وشو الكلمة اللي منعكي؟ شوها؟ دقيقة. شو كتبت أنت دقيقة؟ بدأ ما أكتب أبوي دقيقة كتب دقيقة. زين شو أسوي؟ عيب والله اني قريت اللي كتبته وديتين قبل ما اسوي له يتنزل في السناء بعد غلط. انت ايش اسوي يعني؟ قريته وتاكدت قريت اني كتبت صح وطلع غلط. ما بدي كتبته وخليته يصير، لا كتبته وشيكت عليه وتاكدت انه صح ونزلته وبعد طلع غلط. هذا موضوع حينه اللي بخبركم عنه الحين. هذا مال الخبز الرقاق هالنمونه. وقبل السالفه سالفه يوم لندن يوم اركب في التاكسي واقول للدريول ودني هرني فيكل انزي بحياتي ما شد قلت التاكسي ودني هارلي نيفكل وداني على طول. ما شد قلت التاكسي يوم سويت خمير مقادير خالد الخالدي، صراحة شكله روعة ما نشوف طعمه. مساك الله بالخير ابو محمد، ايش حالك؟ هذه ها هديه علي وصلت. الحين ترياك انت تطرشني، تراك انت تقول احب الهدايا. انت تحب الهدايا بعد؟ اي احبها. لا لا هو ما غيرك هو، ولا لي بهوا غيرك هوايه، ولا لا ولا والله ما يا غيرك سكن لبت حشايه، من مستحيل انساك وسلا لاني هويتك من البدايه. لو عيش لا زاد ولا ما شوفك ومن طوقك غذايه، ارتاح بك ملهم وهدى بالنوم لي شفتك حدايا. وعلت تسمع قول لو شاء لي يقولهم زور ودعايه، احلفت لك بالرب الاعلى يا عاهدك لين النهايه. يا ان عشت عشت وعندك احياء، وان مت يكتب لك وصايه، لك الوفا مني والوفا ووفاك لانه من وفايه، وارضى على اللي منك يرضى ارضاك لانه من رضايه. الحين نزلت لكم مساء الفيديو هاي اللي منزلين عليه التعليق. أنا أحب أخبركم شو القصة من الأساس، القصة الله يحفظكم. أنا مستويت أسير المتجر هذا وربي خلق من يوم أنا ياهل. بينه وبين شيرتن البارك تاور الرصيف، الرصيف شارع رصيف، الشارع 4 أمتار 5 أمتار والصريف والرصيف مترين. أنا أقول للتاكسي أي مرة أي مكان يعني أسير يعني بنزل من الفندق ولا أي مكان بسير بتاكسي. أقول حق التاكسي هارلين فيكل هارلين فيكل. يحيس ويهجي سوري اي كانت هير يو. يوم يزيد علي في الرمسه اتخادى زياده. يكون يا برد ولا مطر وانا اريد اركب، فاقول له شيراتن بارك تاور. من اقول له شيراتن بارك تاور قال لي زين وصلني عند الشيراتن، بين الشيراتن والهارني فينيكل اقل عن 5 أمتار. فبدال ما اجلس في دوامه واجلس معركه لين انه اقولها صح ويفهم راعي التاكسي. وهالحاله من هالكثر سنة. يوم عدى أمس نفس الطريقة، لكن حطيت الموضوع هذا مثل ما خبركم به على السناب. بعد ما افتهم لي الريال يوم قلت له بارك تاور وداني سيده، خبرت بالقصة هاي هل بالسناب
مثل كالعاد مثل الحين انا ياسر مس عندكم حطوني قب الدقل بقيت العفو ربي عفوهم ما عفو كيف انت تغلط وتم شفتوا الصوره اللي نزلتها شفت الفيديو لا خلوا تويتر لا خلوا انستغرام لا خلوا يوتيوب كلن يضحك وكاتبين شو يعني وغلط يعني شو المشكله في الموضوع انا ما ادري شو المشكله يعني شو الغلط يعني وغلط باسم متجر اسم متجر ولا كشي يعني ما 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 حفظه بالذات اسم الحفيز هذا هرني في كل انا ما رم احفظه ما رم تحفظه بعد شيء صوره الفلق قولوا اعوذ رب الفلق هبع ما حفظها لو الموت ما رم تحفظها كم مره حاولت ما قدرت والميزان بعد ما رم تحفظهن بنتينهن لا تصير بعيد انت آية الكرسي تدرون آية الكرسي أنا ما رم تحفظها اللي يمكن أظني من سنتين لو 3 سنين بس من حفظ آية الكرسي بعد عندي من أصعب الآيات عرفت أنها وراها أجر وايد وراها أنها أشياء وايدة يعني بين كل صلاة صلاة وعرفت الحديث اللي جاي عنها وشو تقول العرب رم تحفظها ولا مات الميزان ما رمت حفظها وآية وصورة الفلق لين اليوم ولين بكرة والله أني ما رمت حفظها لين اليوم لين باكر قلوا أعوذ رب الفلق ما بحافظنها أكذب ما حاولت ما رمت مش معنات أني سويت جريمة حطوا في كل مكان التعليق أنا أبو الدنيا أبوي فيها وايد العرب اللي يتغلط وايد يارب نسور رمستن التلثم عن هاي البنادم ما أشوف حد قال عنهم شيء وأنا هبابة ما أقول أي حرف حطيتوني قب الدقر هذا وأنا حليلي مكرس جهدي ويالس أرمس وياكم وقصر وياكم الدوب في سيراتي وياياتي والعلم والخبر هذا أكيد حد متفيج اللي ياسلي على الصراط المستقيم من أقول لا إله إلا الله قال عليه غضب الله ما أدري منو هذا وشو القصد مني يعني شو بيستفيد الحين أنا يوم الوادم حطوا صورتي وكتبوا هرني فيك سيبوا غلط شو يعني لحنا نقصنا ولا أهل الهوى زادوا كله واحد يعني مرة ما بابات الليل برشش عمري طول الليل بما بارد من روع كله واحد ليه في الكائنات يكون والراس أبوي ما شل إلا من ركبه وغلط غلط مرجو ولا بعيب ولا بمنكر منكر يلا هو أخباري طيبة وحين أبوي عندي دواء بستعمله هذا ميوب لي يلا الله يحافظ اللي يابلنا من هالبطين جزاه الله خير وصلنا لين عندي يابلنا من آخر الدنيا بعد خاطر يصور وتخقق بنا ميوب من أمريكا وصل البطين ومن البطين وصل لين بيتي حلف علي مليون يمين ينك ما تصوره قلت له ما حبيت لي ما بعد الاسم قال لي ان حطيت بي عارفون ان صدقاننا واللي ما يعني المهم ما طاعي خليني اخبر المهم مشكور جزاه الله خير ابو زين بس ما عندي سالفه وتصبحون على خير وبكره ورانا نشم صباح الله خير انا وصلاح وبنسير ان شاء الله السفاره الامريكيه نسوي الفيزا مالت صلاح وانا ظاهر من السفاره برد رمسكم عاد يمكن الصبح ما ظني بيواحيلي باكر الصبح وراي كر هالوي وشغله طويله عريضه يلا تصبحون على خير اقول لكم بعد نسيت تزيد المعلومه هاي قبل ما اقول تصبحون على خير وبعد هاي بعد قولي ايها الكافرون بعد ما رم حفظها حاولت الاول من المدرسه كم حاولت لين هذا ابنه ها قولي ايها الكافرون وقل اعوذ رب الفلق والميزان هاي ما رم توني رمت حفظها هاي اللي الحين قلت لكم عنها اللي ورا اللي عقب الصلاه يقرونها آية الكرسي آية الكرسي توني حافظها من 3 سنين 2.5 و3 بس حين تذكرت بعد هاي قولي ايها الكافرون بعد ما بحافظها حاولت بعد احفظها بعد ما رمت يلا اخر كلام يلا تصبحون على خير باكر شيء سناب ما شيء سناب انت 90% شيء سناب شو يعني اقصر دوب وياكم واستانس وارمس وادرب يعني شو اللي
شو اللي بيخليه ما يسوي سناب؟ ما بلازم وايد، بنحاول باكر طالع خروفة ولا خريريف ولا قصة. هي والله ليش لا، يلا شكرا جزيلا، تصبحون على خير.